من جماليات شهر رمضان صلاة التراويح، لكن يحرص الإنسان على معاني الخشوع، أن يختار الإنسان القارئ الذي إذا قرأ حسبته يخشى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخاشع، ليس الخشوع جمال الصوت الإطراب، لا، قراءة خاشعة تعلقك بالله عز وجل، تتأمل تتدبر هذه الآيات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخشوع يرفعك، يرفع منزلتك بقدر خشوعك. أول ما يرفع من هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العبد الصلاة المكتوبة فأحسن وضوءها وركوعها وخشوعها غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم يأتي كبيرا. انظروا إلى أثر الخشوع.